السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسعد الله هذا الوجه. قبل نبدا يا جماعة الخير لا تنسون ايش؟ اشتراك. أيوة. اشتركوا يا جماعة، اذا فيه ضرر ولا شيء ما قلنا لكم. اي أيوة والله بالله دعوة، الله يوفق اي شخص يشترك، اعطى دعوة حلوة. دعوة حلوة يلا. الله يوفقكم يسعدكم، قولوا امين يا رب. وقسما بالله كلنا نسوي هذا باذن الحي القيوم لفائدتكم ونبي الاجر. يا الله يا كريم. طبعا اليوم معنا نايف صديقي وحبيبي وبعد قلبي. بعد قلب الله يسعدك. هذا مدحتك ها. طبعا يا جماعه الخير تحصلون سناب الشيخ نايف واليوتيوب حقه، طبعا نايف وما يحب احد يقول له شيخ. القناته والسناب حقه تحصلون بالوصف، بينزل قصه جديده برضو يوم مش اثنين، بكره بينزل وسنابات. شوفوا القصص قبل لا ننزلها باليوتيوب، يعني زبده كل شيء. قصتنا لهذا اليوم غزوه حنين. بسم الله نبدا. تفضل. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. تذكر قد قبل تكلمنا باكثر من بث ابو علي دقيقه والله يقول بس من يضربها بشيء. ما تضرب والله ما اعرف هذا. إيه؟ هذا مسميه ابو سعد، عمره 4 شهور. كذابين الناس يقولون عمره ذبانه اسبوع. كذابين. انا ما ادري باقي تسولف معي بس بنت اسلم. تكلمنا عن فتح مكه وكل الاحداث اللي صارت. الان النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه، بدا في تحرك جاي على النبي صلى الله عليه وسلم من هوازن وثقيف من الطائف. هذول اوائل اسمهم، هذول قبائل. قبائل إيه؟ اسمهم اللي هم هوازن، وهم هوازن مبدئيا من الطائف. اي وجامعهم ثقيف من الطائف، وجامعهم مجموعه من القبائل، وبكر اللي سوت نقضت العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون بكر يوم هجمت على خزاعه؟ ممتاز. والاحداث هذه تجمعوا 20,000 والله ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يبغون يجون لين مكه. طيب كم شخص مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الان النبي صلى الله عليه وسلم الجيش اللي راح فتح فيه مكه كان 10,000. حلو، هذول صاروا 20. هذول 20,000. الله أكبر. الجيش اللي داخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم 10,000. طبعا كثير جيش النبي صلى الله عليه وسلم كثير. فما حب النبي صلى الله عليه وسلم انه القتال يكون في مكة. ليش يا راقد؟ ليش؟ مكة توهم مسلمين، تعرف الطلقاء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فهم بعضهم توهم مسلم وبعضهم يعني للحين مرتخين. اي مرتخين. فإن جاء القتال في مكة هل اللي توهم منكسرين يتنشطون، وقد يصير قتال على النبي صلى الله عليه وسلم من جوا ومن برا. الله. فلا، النبي صلى الله عليه وسلم تحرك للطائف. فكان معه 10,000 وكان معه 2,000 من اللي أسلموا جديد. أيوة. من مكة. 12,000 عدد كان أكبر عدد جمع للمسلمين إلى ذاك الوقت. الله. ما جمع أكبر منه عدد. واللي ضدهم 20,000. 20,000 كانوا أقل وأكثر. 18,000. إيه لكن ما كانوا يجتمعون مرة واحدة، لكن أعداد القبائل اللي تبي تقاتل كانت بهذا العدد. حلو. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كتيبة واحدة مثلا زي بتقول جيش واحد 12,000 مع بعض. كان عدد مو طبيعي. حتى كان بعض الصحابة يقول اليوم ما ننغلب من قلة عدد. اللي يكون في سبب ثاني، قلة عدد ما ننغلب، اليوم كثار حنا. وارسل النبي صلى الله عليه وسلم الجواسيس. جسر على الطائف. إيه. راح واحد منهم، واحد من الصحابة، شاف الناس ما طلعوا من الطائف للحين. رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما طلعوا من الطائف. وهو راجع هم نزلوا من الطائف. أبد ما بدأ يرجع إلا هم نازلين من الطائف. الجيش. والنبي صلى الله عليه وسلم متحرك. كان جيش هوازن قيادة واحد قائد شاب اسمه مالك بن عوف النصري. مالك بن عوف. وكان قائدهم. مالك هذا ما كفاه إنه يجي بالجيش بس، قال لا، جمعوا كل حلالكم. فكل واحد بده يجيب حلاله معه. الله. غنم وبعارين وخيول وحمير وعيال ونساء وكل كل شيء. هذا تفكير انه ضامن، مو مساله ضامن، قال انه ابغى كل شيء تملكه تجيبه معك، فبالقتال ما تنسحب. ما راح تنسحب، لانه وين انت تبي تنسحب لعيالك واهلك وحلالك؟ الان حلالك هنا دافع عنه. جاب كل شيء يعني اعداد مهوله من الغنائم والخير، وطبعا في الناس اللي ما تقاتل نساء واطفال وشيبان كلهم جابوا. كان مع هوازن واحد من ابطال العرب اسمه دريد بن الصمه. هذا عمره كان بذاك الوقت تقريبا
فوق 100 عمره. والله شايب شايب مره وقوي. لا كان ما يقاتل. ها كان ما يقاتل، كان يجيبونه بهودج، الهودج اللي فوق البعير. إيه ما يتحمل، لكن جايبينه للراي لانه كان بطل تقريبا قاتل في حياته اكثر من 100 معركه. والله فكان يفهم ويعرف، فكانوا جايبينه ياخذون منه الراي. وهو جالس ذاك اليوم يسمع اصوات البزران واصوات الغنم وصوت، فاستغرب شو السالفه. فنادى الناس قالوا شو السالفه، قالوا له جبنا كل حلالنا معنا. قال ليش حلالكم جبتوه لين مكان القتال؟ قالوا لي كان الشايب من امركم. قالوا قائدنا مالك بن عوف. قال جيبوه. المهم فالشايب اللي هو درد الصم هذا برايه قال للقائد حق هوازن اللي هو مالك، مالك معاذ ظهير الشباب، مالك بن عوف، مالك بن عوف، معلش معلش والله معلش في مخي في مراوح كذا هذا انا سمعك يا استاذ الله. فقال للشاب مالك قال له خلاص المكان هنا ما يناسب مالك، يعني ما في قيمه انك تنزل هوازن من الطائف لين هنا، ارجع. المهم معصب ذاك تفتح السيف قال اذا ما طعتوني بأطعم نفسي طلع السيف من الجهه الثانيه. هذا انت يا مالك ايه حلو. فقالوا خلاص خلاص نطيعك نطيعك نطيعك. فطاعوه وجلسوا مكانه وشوف سبحان الله تقدير الله جلسوا مكانه بكل الحلال بكل الدنيا كلها في هذا الوادي. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل واحد من الصحابه فراح جلس معهم يوم يومين ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس وفي عمر بن الخطاب. دقيقة طواردك وشلون الصحابي هذا قدر يجلس معهم يومين؟ الحين خلق أول شيء بقوله النبي صلى الله عليه وسلم أرسل واحد من الصحابة اسمه ابن أبي حدرد. ممتاز. أرسله يتجسس عليهم. يتجسس عليهم وجلس معهم نام يوم يومين. شو يومين؟ نام تخفى ما حد در عنه يومين يجلس. إيه جلس معهم يوم يومين سمع كل الأخبار الأعداد الناس وش الطريقة وش حتى طريقة القتال اللي بتصير معهم دريد بن الصمة اللي هو الشايب ذا المعروف البطل العربي من أول طبعا. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ابن أبي حدرد قال يا رسول الله كذا كذا ووصف للنبي كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم التفت لعمر بن الخطاب قال ما تسمع يا عمر وش يقول ابن أبي حدرد؟ قال عمر كذب ابن أبي حدرد. ابن الخطاب كذب الصحابي الثاني؟ قال كذب ابن أبي حدرد. يا ساتر. قال ابن أبي حدرد إن كذبتني فربما كذبت من هو خير مني. يعني يقصد أنك ترى قد قبل كنت تكذب النبي صلى الله عليه وسلم. رجع الأول. إيه قال إن كذبتني فربما كذبت من هو خير مني. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ما تسمع وش يقول ابن أبي حدرد؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد كنت ضالا يا عمر فهداك الله، يعني ما عليك من اللي صار قبل، الآن أنت هداك الله. وبدت التجهيزات الان تجهيزات جيش النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي بيعرف ايش صار بين عمر وهذا؟ بس هذا اللي صار. وانت النقاش بالحين. وانت النقاش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابو النبي شو اسمه؟ ابن ابي حدرد. حدرد. ايه تفضل. ايه الان بدا النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الاستعدادات في مكه عشان ينطلق. فراح عند صفوان بن اميه، هذا واحد كان طبعا من المشركين. كان في وقتها من المشركين وكان يعد الدروع والسيوف ويجهز الجيوش يعني. ممتاز. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه دروع، فقال هذا صفوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم أغصب يا محمد؟ يعني غصب عني يعني الحين منهزمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة، يعني بس استعارة استئجار. واخذ مجموعة دروع من تجار مكة اللي كانوا يصنعون السلاح والسيوف وكذا. منطلقة لوين؟ للوادي اللي بيكون فيه القتال. يا ساتر. وجيش النبي زي ما قلنا 10,000 اللي جو مع النبي صلى الله عليه وسلم وفتحوا مكة، و2000 من اللي توهم أسلم الطلقاء. واللي قدام حول 20,000 بحدود 20,000 بهذا. ممتاز. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بهذا الجيش الكبير والعدد الهوازن. لاحظ الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم في أيام حنين أنهم كذا بعد صلاة الفجر أو بفجر يردد النبي صلى الله عليه وسلم كلام ما كان يسمعونه قبل. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الكلام اللي يقوله. شكرا. إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في نبي قبلكم أعجبه كثرة قومه، فقال هذولا ما راح يجيهم شيء، فخيرها الله سبحانه وتعالى بين 3 أشياء.
إما أن الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم عدوهم فيستبيحهم والله، ولا أن الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم الجوع ولا الموت، فخيرهم نبيهم عدد. لكن شف الثقة بالعدد اللي فيها يكون عدم ركن لله سبحانه وتعالى، لا للعدد، انه احنا واثقين. ايه، فخيرهم نبيهم فقالوا ما لنا طاقة نقاتل عدونا اللي بيستبيحنا ولا لنا قدرة على الجوع، فالموت. فسلط الله سبحانه وتعالى عليهم الموت ومات في 3 أيام 70,000. 70,000 في 3 أيام. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ودعا الله سبحانه وتعالى، قال: اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل. يعني مو بالعدد، صاول وش بنات وصاول، اللي هم ما تسمع يقول لك فلان يصول ويجول في القتال يرجع. فهذا عشان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم يركنون الله سبحانه وتعالى، ما يلتفتون لكثرة العدد واللي هم فيه ويغترون. زي ما قلت لكم، واحد من الصحابة قال: لن نغلب اليوم من قلة. صح. اليوم ما نهزم من قلة عدد. الشاهد، فمشوا النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش، مشوا فترة لين جاء على المسا كذا وحجة الصلاة، جاء واحد من الفرسان للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنا سبقتكم وشفت هوازن جايين كلهم كلهم عن بكرة أبيهم، بحريمهم أطفالهم وحلالهم ومالهم كل شيء. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه غنيمة المسلمين إن شاء الله بكرة. الله، جابوا الغنائم لين عندنا، بروح لاحقها. جت خلاص، جت. الله أكبر. المهم، فجاء الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مين يحرسنا اليوم؟ فجاء واحد من الصحابة اسمه أنس ابن أبي مرثد، قال: أنا يا رسول الله. وركب فرسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفت هذا الشعب؟ خليك في الشعب وحرصنا هناك، ولا أحد يجينا من جهتك، خاف النبي صلى الله عليه وسلم من الغدر. وانطلق أنس وراح إلين أصبح الصبح. راح النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، رجع ما جاء. أقام صلاة الفجر، صلى صلاة الفجر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة يناظر جهة الشعب، الرجال ما جاء، الصحابي اللي هو أنس. إيه ساتر. فيوم سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا. فالتفتوا الصحابة إلا هو جاي، أنس رضي الله عنه وارضاه، من الشعب. ليش قال دقيقة؟ من اللي قال أبشروا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. آه شافه. إيه، وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: ها، قال: يا رسول الله، إني شفت الشعبين كلهم ما لقيت أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الليل كله رحت يمين ولا يسار ولا شيء؟ قال: يا رسول الله، إلا قاضي حاجة ولا أني كنت أصلي، ما رحت لا يمين ولا يسار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجبت، خلاص لا تعمل بعد، خلاص جتك الجنة. الله أكبر. إيه خلاص، شوف سبحان الله. أسألك بالله. إيه والله، الله. أعظم المناصب اللي يفوز فيها الواحد. شوف الله. إيه والله، شيء عجيب، شيء عجيب. أبغى الجنة. خلاص، مثل أهل بدر. شوف كسر. يا رسول الله العلي العظيم، إيه والله، أن يرزقنا الجنة يا رب، جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، يا أرحم الراحمين، كلنا يا رب. ومع مشيهم مشى النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش، جو عند شجرة يقال لها ذات أنواط، كانوا يجون عندها ويتعبدون عندها. فالصحابة قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط مثل ما هم عندهم ذات أنواط اللي يعبدونها هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا اللي قالت بني إسرائيل لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله، هذا يعني شرك، ما يصير الواحد يتعلم. طيب اللي قالوا منهم الجدد؟ اي، كثير من الصحابه ترى يكونون حديث بالاسلام. يكون حديث بالاسلام. وفي مواقف صارت لخالد بن الوليد عجيبه في القتال. غريب، خالد بن الوليد وين بالموضوع؟ ولا لما يبدا الحرب لسه؟ الان هو موجود مع الجيش. قبل معركه حنين صارت له احداث، بس بجيها بعدين. انه جاء عند قبيله طلعوا له مستقبلين، انه بس كانوا لابسين اسلحتهم وعندهم كلمه العرب صبأنا أو صبا، يعني غير دينه. والمسلمين الصابع عندهم يعني الكافر. حلو. فهم جوا خالد بن الوليد مسلمين، وخالد بن الوليد حسبهم بيقاتلونه. فقال خالد بن الوليد: أسلموا. قالوا: صبعنا، يعني مش قصدهم، يعني أسلمنا. فقاتلهم خالد بن الوليد، حسبهم
فكانوا يقولون خالد حنا مسلمين، قال إنما خفتم من السيف. حتى أخذ منهم أسرى كثير، ذبح ناس الأسرى هذول أسرهم غير اللي ماتوا. فيوم جاء الليل أمر خالد بن الوليد إنهم كلهم يقتلون. فبعض الصحابة اللي حديث بالإسلام ما يعرف يعني هالأمور هذه، ففعلا قتل الناس. والصحابة القديمين مثل المهاجرين وبعض الأنصار قالوا لا ما نقتلهم، ذول أسلموا. منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن عمر بن الخطاب. إيه قال يا خالد أسلموا، قال إنما أسلموا خوفا من السيف. ففي أحداث تصير مثلا يكون فيها المسلم الجديد ما في بعض الأشياء مو مستوعبها، إيه مو قوي أو عميق بالدين، ما أخذ 10 سنين 5 سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل باقي المهاجرين الأوائل والأنصار. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للوادي، كان وادي ما أحد يخلص، إيه تو لسه طالع الفجر لسه تعرف النور اللي تو بادي، كان وادي منحدر مرة. كان هوازن وين متخبين في الوادي جوا مسوين كمين. مقدمة الجيش خالد بن الوليد مع الفرسان اللي معه، فانزلوا من الوادي كان شديد الانحدار وفجأة وكان ما في شيء باين يعني تو طالع الصبح، ويهجمون هوازن واللي معهم هجمة رجل واحد. واحد من الصحابة يحكي يقول انه فجأة طلعوا علينا الكتائب كثرتهم، فانكسر الناس وفر الأعراب واللي مسلمين جديد فروا، وانكسر خالد بن الوليد والجيش اللي معه، وسقط خالد رضي الله عنه وارضاه، وبدأ الناس بالفرار. وحتى كان يعني يرشقونهم بس هام يقول لك ما يكاد سهم يخطي أحد، أعداد مهولة والناس انكسرت وبدأت تفر وترجع من كسرة وتو يعني تونا بادين أول ما نزلوا مع الوادي. لكن شوف لاحظ حديثوا الإسلام توهم بادين بالإسلام، يعني بعضهم كان من كثرة الفرار وصل لين مكة يعني ما التفت، بعضهم كان يحاول انه يعدل خيل بس ما قدر، الخيل والناس يعني كان في كسرة فجعين مرة، فهج الناس وفروا. وكان فيه من اهل مكة حاضرين المعركة من بعيد، توهم منهم ابو سفيان رضي الله عنه وارضاه. بس ابو سفيان تو مسلم ما له كم يوم يعني ما فزعوا ولا شيء، لا كانوا يشوفونه من بعيد، فشافوا انكسار جيش المسلمين فكانوا هذولا ما يردهم ولا البحر من كثرة يعني بيرجعون حتى ورا مكة لين يصلون البحر. الله إيه من شدة الفرار يعني اللي صار. النبي صلى الله عليه وسلم بقى لحاله الآن، ينادي يا مهاجرين يا أنصار، ما حد مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر خالد وليد قدام طايح من زمان. أوه. مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر علي بن ابي طالب، طب صافي خالد العب يجيك السحر. العباس رضي الله عنه وارضاه عم النبي صلى الله عليه وسلم. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يوم شافهم ما فيهم فائده الناس اخذ بغلته طبعا ما تنفع للقتال للكر والفر مثل الفرس، بس شوف الشجاعه شجاعه النبي صلى الله عليه وسلم، اخذ بغلته وانطلق الناس يلقوا اللي هم هوازن راس براس، وينادي يقول انا محمد، دخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي ما في أحد يسمع. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان صوته جهوري أساسا، فقال له يا عباس، نادى الصحابة، فنادى العباس بعلى صوته يا أصحاب الشجرة اللي تعاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا قصتهم السمر، تعرفون السمر الشجرة كانت سمرة من السمر. فنادى العباس بعلى صوته يا أصحاب السمرة، بعلى صوت يذكرهم بعهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. الناس كانت فارة، فيوم سمعوا الكلمة هذه كلهم اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الصلح يوم العهد عفوا رجعوا، لدرجة أن بعضهم كان يحاول بالبعير فما كان يطيعوا بعيره من الروعة يعني، فكان ينزل يصرخون لبيك يقولون، فالتموا عند النبي صلى الله عليه وسلم ما كملوا 100 من دعوة العباس، وانطلقوا كلهم ضد هوازن، واشتد القتال إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرهم. الله أكبر. وانكسروا وهجت الناس، شف كانت مجموعة بسيطة. أيوه. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ثبتوا
الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت بكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ما لا تغتروا الكثرة حجة الناس. جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند كل الغنائم هذه زي ما قال للصحابي قبلها بيوم، قال يغنمها المسلمين غدا إن شاء الله. طيب كم واحد بقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل عدد البسيط الباقي حج؟ يا ساتر. اي والله، هل عدد المهاجرين والانصار والناس والصحابه اللي ثبتت مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يوم، طبعا تذكرون هذا اللي هو مالك بن عوف يوم انكسر المسلمين طلع يركض بالخيل فرحان ويقول الان انكسروا. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دلوني على خالد، وين خالد؟ وبداوا يدورون خالد بن الوليد. ايوه. فلقوه مع المجموعه اللي معه طايحين، اللي ميت منهم واللي منكسر واللي مصاب، وخالد رضي الله عنه وارضاه متكي على رحله مجرح مسترخي من الموت. الله. وجاه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه ونفث، فقام ما فيه الا العافيه ولا جروح ولا شيء ولا شيء. الله اكبر. من جهه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يلا يا خالد انطلق عليك بهم. ركب خالد الفرس وانطلق يكمل وراه الفرس. الأحداث اللي صارت بعد معركة حنين والأتباع إن شاء الله بنقول إن شاء الله فيه في جزء ثاني. إلى هنا وصلنا لنهاية القصة. الله يعطيكم العافية. كثر الله كثر، لا مو كثر خير، جزاك الله خير نايف، ما قصرتي بعد روحي. لا تنسون اللايك والاشتراك، وإذا تبون قصة ثانية اكتبوا بالكومنتات إذا تبون تكملة القصة. يعطيكم العافية. أنا نقول لكم وداعا بل نقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج من قبلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد قلبي والله الله يكرمك.